السلام ومرحبا بكم فيديو جديد. معكم اسماء. الناس اللي مكتعرفونيش اولا اول مره غادي تشوفوني معكم اسماء صانعه محتوى سفر، وحاليا انا في الهند. وفي هذا الفيديو جيت نشارك معكم الاكسبيرينس ديالي في ايسيك، وحده من المنظمات اجل السفر. سواء الا بغيتي تسافر تلقى خدمه انترنشيب ولا كمتطوع تقدر تسافر معاهم. فبزاف ديال الكيسيون جاوني على هذه المنظمه هذه، فبغيت نشارك معكم نوريكم اكتشفوا الحقائق ديال هاد المنظمه هادي. غادي نبداو غادي نشرح لكم ايسيك. بزاف ديال الناس كيهضروا على ايسيك، بزاف ديال الناس كيسافروا مع ايسيك. انا اولا حتى انا عندي تجارب مع 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 ايسيك. اول مره كنت ابلايت في ايسيك كنت بغيت نمشي كمتطوعه في تونس. كنت دوزت الانترفيو ديالي مع الاورجانيزيشن تماك، ما كان ديك الساعه جا كوفيد فما كنتش مشيت. فكانت اول تجربه عندي مع البروسيس ومع التيم كازا فولونتير. صراحه عاونوني بزاف، عطوني بزاف ديال لي زانفورماسيون. غتلقاو ان بزاف ديال الناس من المغرب كيمشيو لتركيا، تونس، مصر، كيمشيو حتى للهند. وكاين بعض لي زوبورتونيتي اللي تقدروا تلقاوهم حتى في اوروب، وتقدروا تلقاوهم في اسيا في دول اخرين. اللي غنشارك معكم انا التجربه ديالي كيفاش تقبلت في هاد لي زوبورتونيتي كاملين. ف نعاودو دابا نرجعو من الصفر، نقطة الصفر. تجربتي مع في الاول كنت غادي نمشي لتونس، ما كانش كتاب هادشي في 2021. من موراها في 2022 كنت كنقلب على انترنشيب، كنت كنقرا في لو ان سي جي في ثوازيام اني ديالي. كنت بغيت نمشي ندير ستاج على برا، وكنت كنقلب دي زوبورتونيتي ولقيت اوبورتونيتي في ايكون كرييشنز في القاهره. كانت وحده من احسن او لا توب ماركتينغ ايجنسيز في ايجيبت اوف ميدل ايست. فابلايت دوزت الانترفيو. جو بونس كتخلصوا حتى الفيز، ماشي جو بونس، لا كتخلصوا الفيز ديال الاكسشينج ديالكم ديال ايسيك، اللي هو جو بونس الا كانت عندكم دوغي قصيره كتخلصوا 1500 درهم حتى 2000 درهم. انا كنت خلصت 1500 درهم باسكو كانت عندي لا دوغي تقريبا واحد شهرين. فدوزت شهرين في مصر. غادي نخلي لكم شويه من الفيديوهات شويه من من من, من لي روش. فريمون دازت وحده من احسن لي زيكسبيرينس اللي دوزت في حياتي. كانت شركه جد محترمه، شركه تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج على الكونتنت كرييشن، على الـ على الـ على ديجيتال ماركتينغ. كنت مع التيم ديال ديزاينرز. ف بزاف ديال الحوايج اللي تعلمت من عندك شركه صراحه، ودوز اكسبيرينس زوينه بزاف. انا دوزت اكسبيرينس زوينه بزاف بوحدي مع الناس اللي كتمشيش معاهم. ولكن اولا الا جيت غادي نهضر لكم على التيم ديال ايسيك في مصر، التيم كان ظريف، كانوا جونتي، كانوا زوينين بزاف، كانوا ظريفين بزاف. ولكن الحوايج اللي خاصكم تعرفوا ان السفر مع ايسيك فاش كتخلص واحد المونطون ديال الفيز كيكون لاكومونديشن ديالك كتكون بروفايدد من عند الكومباني اولا كتكون بروفايدد من عند ايسيك. فريمون انا فاش مشيت اولا كانوا صيفطوا ليا تصاور ديال واحد الهوستل اللي فريمون كانوا جالسين فيه 10 16 واحد في الميم شامبر في القاهره. انا شفت هذوك التصاور قلت واو سيريوسلي، ات واز فور فري، ات واز سمثينغ جود، اتس فور فري اوكي. ولكن انا اصلا ديجا مخلصه 1500 درهم. ولا جيت نخلص داك 1500 درهم نقدر نخلصها في محطه في شي هوستل اخر يكون حسن. هذا الانجليز انا مع شرط الناس في الميم شوب كان فواحد الحاله كارثيه. فهذا اللي ما عجبنيش صراحه في التيم ديال ايسيك مصر، مي كانوا ناس ظريفين مزيانين. ابارامون من موراها مشيت مع زعما مشيت قلبت على هوستل اخر، كان ديجا واحد المغربي حتى هو كان مشى مع ايسيك كان فيه، هو اللي تكلفنا بلا ريزرفاسيون وكلشي. وكنت زدت واحد المونطون من عندي جو بونس باش جلست في داك الهوستل لمده ديال تقريبا شهرين. هوستل كان مزيان، كان وسط البلد في التحرير. فريمون كان داكشي الصراحه مزيان توب توب. مي البروبوزيسيون ديال الهوست اللي عطاوني في الاول كان كارثي، فريمون كارثي. وهادي اتونسيون، اي واحد غادي يسافر مع ايسيك يتشيكي مزيان لاكومونديشن ديالو وفين غادي يمشي يسكن، وطلبوا منهم انهم يصيفطوا لكم تصاور قبل. وي يصيفطوا لكم تصاور قبل مات انكم تمشيو. من موراها جاتني اوبورتونيتي اخرى، اولا كنت وليت 5 اني وقررت انني ندير ستاج فان ديتو ديالي على برا عاوتاني. كنت ديك الساعه كنت كنجي صراحه تركيا، ولكن تركيا كنت عارفه باللي صراحه
بزاف ديال المشاكل كانوا في تركيا وبزاف ديال الناس كنعرفهم مشاو مع ايسليك لتركيا ولقاو بزاف ديال 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 المشاكل. وانا براسي صراحه في ذاك الوقت ما كنتش لقيت شي اوبورتونيتي مزيانه اولا شركه اللي فريمون انا باغا ندير فيها مون بروجي دو فان ديتود اولا في ذاك السيكتور اللي انا باغا نخدم فيه. فلقيت اولا ما عرفتش كيفاش غنقول لكم ولكن القدر للقدر اني اختار لي الهند. ف جيت للهند دوزت بروجي دو فان ديتود ديالي هنايا في شركه هنديه تقريبا نورمالمون ستاج ديالي كان فيه 3 شهور حتى 6 شهور مي بقيت معاهم المده ديال عام وليت ريسبونسابل ديال 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 ديجيتال ماركتينغ وليت ديجيتال ماركتينغ اكزيكوتيف في الشركه. فخدمت معاهم كانت عندي تجربه زوينه معاهم تيم ديال ايسك صراحه ديال الهند صراحه كانوا مزيانين بروفاود ليا اولا الاكومونديشن بالنسبه لهم هما كانوا بروفايد لي بقالي شي 1 ويك مع المانجر ديال ايسك هنايا في الهند. من موراها صراحه حتى هما ما لقاوش ليا الاكومونديشن. انا ديما عندي مشكل مع الاكومونديشن اي دونت نو واي ولكن كانت عندي مشكله مع الاكومونديشن عاوتاني هنايا في الهند. ما كنتش لقيت كانوا كيدوني لشي بلايص عاوتاني كيتسمى البي جيز الهوستلز كانوا عاوتاني بزاف ديال الناس في شومبر وحده. والحاجه الثانيه ان كانت لاكومونديشن ديالي بروفايدد من عند الكومباني فانا كان خاصني غير نلقى لاكومونديشن والكومباني هي اللي كانت غادي تخلص ليا اولا اني اللي مازال كتخلص ليا لاكومونديشن. فغير هذاك الاختيار اولا فين غنجلس فكان مشكل كبير سورتو هنايا في الهند كاين شي احياء ماشي سيف شي احياء سيف فانا ما كنتش عارف هادشي كامل. فكانت واحد الروينه وكانت فريمون اكسبيرينس خايبه سورتو في لا بروميير سيمين ديالي هنايا في الهند لدرجة اني كنت كنبكي وكنت كنقول علاش انا جيت اصلا هاد البلاد هادي. كنت كنقول مع راسي غنمشي في اقرب وقت ولكن من بعد صراحه الناس اللي كاينين في هاد البلاد ايبر جونتي تعاملوا معايا مزيان هما اللي عاونوني فاش لقيت لاكومونديشن. بزاف ديال الناس عرضوا عليا الديورهم لحد الان انا دابا ساكنه مع عائله هنديه اللي صراحة كيعاونوني بزاف الحمد لله. زعما من مورا أسبوع خايب ما دوزت اكسبيرينس زوينة في الهند لدرجة أنني رجعت للمغرب وعاودت رجعت دابا حاليا عاوتاني في الهند. فريمون كانت عندي اكسبيرينس مزيانة معاهم. الحاجة الأخرى اللي بغيت نهضر لكم عليها مع ايسك ماشي غير هادشي وصافي مي لقيت بزاف ديال لي زوبورتونيتي اللي غادي نشرحهم لكم دابا. لقيت اوبورتونيتي معاهم في لاشين نقدر نوريكم دابا ديغوش مع الانترفيو مع لي ميساج اللي كانوا وصلوني كوم كوا راه جيت اكسبتي فهاد البوزيشن اللي نورمالمون كنت ابلايت ليهم بوزيشن. المهم سمحوا لي انا راه الفرنسي مع لونغلي مره دخلت لي داكشي كي المهم بس كنت قبلت باش نخدم في لاشين المده ديال عام ما كنت ديك الساعه انا في الهند فاش عرفت راسي بلي تقبلت باش نخدم في ديك الشركه الصينيه وكانت فريمون في مدينه زوينه كان سالير زوين بزاف كان كلشي مزيان ما كان وقع ليا واحد المشكل في الفيزا فداك الشيء علاش انا ما كنتش مشيت. وصراحه زعما ام هابي هير زعما مزيانه كنت نتعلم داك الشيء اللي نورمالمون انا باغا اللي نقول عاوتاني ايساك هنا راه لقيت معاه واحد لوبورتونيتي فلاشين فتقدروا الناس اللي انتريسي يخدموا فلاشين راه كاينين دي زوبورتونيتي تقدروا تلقاهم. لوبورتونيتي الثانيه اللي كنت لقيت عاوتاني كنت لقيت في هونغ كونغ هونغ كونغ قريبه لاشين ولكن واحد الدوله اللي شنو كتسمى لا شنو ماشي احتلال ذاتي شي حاجه ذاتيه شي حاجه ذاتيه ما عقلتش شنو هي شنو الكلمه لا بالعربيه لا بالانكلي مشى للمعنى مي هي واحد نقدر نعتبرها انها واحد الدوله بوحدها لقيت فيها اوبورتونيتي بصالير مزيان كلشي مزيان ولكن قررت انني ما نمشيش. الحاجه الاخرى عاوتاني اللي كنت لقيت كنت لقيت عاوتاني اوبورتونيتي في تركيا في تركيا كنت لقيتها ملي هذاك لا دوغي اللي كنت رجعت فيها من الهند رجعت فيها للمغرب وداك لا بيريود كنت فريمون غادي نمشي لتركيا ولكن في اخر لحظات قلت علاش غادي نمشي باسكو كانت تقريبا لا ميم سالير نفس الحاجه فمي ام هابي هير هنايا في الهند. فقلت الا كنت باغا اولا انا هنايا على ود اكسبيرينس فصراحه هاد الناس غادي نتعلم منهم اولا لحد الان كنتعلم منهم بزاف ديال الحوايج وكل نهار كنحس براسي كنتعلم شي حاجه جديده فعلاش غادي نمشي نبدل ونعاود عاوتاني نقلب على الكرا ونعاود عاوتاني فريمون حتى المشاكل اللي غتلقاهم في السيمانه الاولى. شوفوا في اي بلاد مشيتو كدوز السيمانه الاولى صافي الحياه
الجميله، ولكن السيمانه الاولى اولا الاشهر الاولى كتكون الشهر الاول كيكون فريمون كاريجي، كتقلب على ريكومونديشن، كتقلب ترانسبور، ما كتش تكون عارف بزاف ديال النص بغيت تنصب عليك بزاف ديال الحوايج. فا سورتو في تركيا كنت كنسمع بزاف ديال الحوايج، وعندي صحابي اللي ما كنتش متوقع انهم غادي يوقعوا لهم مشاكل، ولكن كنعرف ناس انهم وقعوا لهم مشاكل بزاف مع الشركات اللي هما في تركيا اولا مع التيم ديال 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 ايسيك ديال ديال تركيا. ف عندي واحد لابيل بلاتي. هلو. A few moments later. كنت كنقول نسيت. فاللي كنت كنقول لكم هو فريمون ايسيك سافر معاهم اولا اللي باغي يمشي معاهم كما قلت لكم البروسيس ديال ايسيك غادي نشرح لكم كيفاش كيكون، انكم كتمشيو لو سيت ديالهم كتلقاو بزاف ديال لي زوبورتونيتي في بزاف ديال الدول، كتختاروا لوبورتونيتي اللي بغيتو كتابلايو ليها، من موراها كي كونتاكتيوكم التيم ديال ايسيك اللي كيكون هو الانترميديير ما بينك انت وما بين ديك الشركه اللي غادي تمشي ليها. كما قلت لكم سواء بغيتي تقري سواء بغيتي انترنشيب سواء بغيتي تخدم سواء بغيتي تكون تمشي از فولنتير، غادي تلقى بزاف ديال لي سيكسيون لي زوبسيون، تلقى بزاف ديال لي زوبورتونيتي على حسب انت واش باغي دير وفين باغي تمشي والبلاد اللي انتريستي بها، وسير الله يسهل عليك. فا كيما قلت لكم ايسيك هما الانترميديير ما بين الشركه وما بينك نتايا. فالاغلبيه الاغلبيه ولا البروسيس اللي نورمالمون كيكون في كل شيء انه كدوز انترفيو في الاول مع 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 التيم ديال ايسيك، اسئله عاديه شكون انت اش باغي تدير هاد البلاد، واش انت قادر انك تكلف بالمصاريف ديالك نا 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 نا. الانترفيو الثاني كيكون مع الشركه على حساب كاين هنا كيعطيو دي كيسيون تكنيك غلاسيون مع البوزيسيون اللي انت ابلايتي ليها. ف ومن الاحسن انه يكون تكون كتعرف تهضر بزاف ديال اللغات، تكون ما كنتي كتعرف تهضر بزاف ديال اللغات تكون مزيان، سورتو 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 انك تكون لونغلي ديالك مزيانه. والحاجه الثانيه هو فريمون راه ماشي خاص تكون عندك واحد لونغلي اللي واو باش انك تقدر تمشي، لا غير خاصك تبروفا ولا خاصك تبين ليهم باللي راك انت قادر انت واحد الشخص مزيان فداك البوزيسيون ديالك، واش تقدر تعلم لونغلي معاهم وانت وانت خدام، فهمتوا؟ زعما الكوميونيكاسيون سكيل ديالك تقدر تكون غادا تقدر تكون غادي وكتاميليوريها. ف صافي اون فوا كتجيك بلي راك تقبلتي من مورا داك الانترفيو، كيقدر يكون انترفيو جوج ثلاثه مرات على حسب كل شركه وداك الشيء والبروسيس ديالها، البروسيس ديال الريكروتمون ديالها. فملي كيصيفطوا لك ميساج بلي راه الشركه قبلاتك ديك الساعه كتخلص واحد المونطون، هذاك المونطون الا كانت عندك انترنشيب فيها المده ديال عام او اكثر كتخلص تقريبا واحد 3000 درهم. هذيك 3000 درهم صراحه انا ما عرفتش ديالاش، بعد خطرات كتكون عندك لاكومونديشن فور فري، ولكن الا كانت جوغ اكسترا بعد خطرات كتكون لاكومونديشن ما تخلصهاش. المهم هو داك الفيز ديال 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 ايسيك من الاخر، الا كانت عندك جوغ اكسترا ديال شهرين كتخلص واحد 1500 درهم، الا كنتي از فولنتير نفس الحاجه كتخلص ما بين 1000 درهم حتى ل 1500 درهم، كتبقى عندك من 6 ديال الاسابيع حتى ل 12 اسبوع. هادشي اللي كاين تقدروا تدخلوا وتشيكيو، مي اهم حاجه خاصكم تعرفوا انه ما تثقوش في كاع داكشي اللي كيتقال فريمون. الا قالوا لكم لاكومونديشن اتس فور فري خاصهم يصيفطوا لكم التصاور، عرفوا راسكم مع من غاديين، ماشي غير اجي وسير. قلبوا على الشركه مزيان قبل ما تابلايو ليها، خاص الشركه فريمون تكون تماك وتكون باغاكم. تقدروا حتى نتوما تسولوا الشركه في الانترفيو، ماشي داك الانترفيو غير نتوما اللي هما اللي غيسولوكم، من لا واحد لوبورتونيتي اللي نتوما عمرتي تقدروا تسولوا على راسكم. فحيت انت راك هنايا غادي تمشي لبلاد جديده غادي تعيش اكسبيريونس جديده، فضروري خاصك تكون عارف كاع لي زانفورماسيون اللي انت غادي تحتاج. فمن هنايا بغيت نقول لكم فريمون حذاري، اي سورتو الناس اللي غادي يمشيو لتركيا. الناس اللي كيمشيو لتركيا انا عارفه بلي بزاف ديال المغاربه كيمشيو لتركيا، وكنعرف بزاف ديال الناس فريمون ما كنعرفش شي واحد زعما عنده اكسبيرينس زوينه مع تركيا. كاع صحابي اللي مشاو لتركيا كانوا وقعوا مشاكل سواء مع الشركه سواء مع التيم سواء مع الاكومونديشن سواء مع هذا. فبغيمو كون حذاري جدا من هذا البلان هذا، وغادي نخلي لكم الويب سايت في الديسكريبشن، دخلوا وقلبوا على لي زوبورتونيتي اللي بغيتو. بالنسبه عاوتاني لي كيسيون واش نقدروا نلقاو دي زوبورتونيتي دي سالير، عاوتاني كما قلت لكم داك الانترفيو تقدروا انكم تنيغوسيو على راسكم وتنيغوسيو على السالير اللي بغيتو وعلى داكشي اللي بغيتو. باغ اكزومبل انا لا كومونديشن كانت عندي انا خنقوصها، ما قلت لهم لا انا غادي نجيب هاد الجديده، جو بريفير انا لا كومونديشن تكون بروفايدد من عند الكومباني، تقدروا عاوتاني تزيدوا في السالير ديالكم. ف
الحساب البروفايل ديالك، مي كيما قلت لك راه تقدري تنيغوسي على راسك، ماشي غير داك السالير اللي غتلقاه في لوبورتونيتي راه هو اللي غادي يكون، مي لا راه كاين البوسيبيليتي انك تنيغوسي وتهضر وتبدل. ف كيما قلت لكم على حساب انت واش طرت. ف جو بونس كو هضرت على بزاف ديال الحوايج، جو بونس غادي نسالي لا فيديو ديالنا هنايا. الا كان عندكم بزاف ديال لي كيسيون ما تنساوش تخليهم ليا في لي كومونتير، غادي نسي انني نجاوب على كاع لي كيسيون ديالكم. وما تنساوش ديروا فولو لايك او كومنت وعطوني اقتراحات الفيديوهات الجايين. فيديوهات جايين بغيتو نهضر لكم على مواقف، بغيتو نهضر لكم على 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 دي ويب سايت اخرين اللي تقدروا تطوعوا فيهم او لا فرص اخرين، خليهم ليا في لي كومونتير ونتلاقاو في الفيديو الجاي. سلامة. واش اخباركم؟ هذاك لابي اللي جاتني قبيله قالوا لي حلي الباب ومازال ما حليتش الباب. انا واحد الانسانه خايبه ما كنسواش انا. صافي سالينا، باي.